يعد جالاكسي اس 20 أغلى الهواتف هذا العام من سامسونج حتى الآن. عندما يبدأ الهاتف بألف دولار، من السهل البدء في التساؤل عن عدد الهواتف الذكية التي تحتاجها مقابل ما قد تريده فقط. ولكن عندما تبدأ الدول في الانتقال الطويل إلى شبكات 5G وتبدأ الهواتف الذكية في دعمها، أصبح من الصحيح أن نسأل متى تكون الترقية ضرورية، وأي الهواتف ستكون مناسبة للتعامل مع السنوات القليلة القادمة من الاضطراب التكنولوجي المحمول بشكل أفضل. على الرغم من أننا نعتقد أن جالاكسي اس 20 ألترا هو ببساطة الكثير من المال على هاتف وله الكثير من الخاصيات بالنسبة لمعظم الناس، إلا أن الطراز الأساسي جالاكسي اس 20 يوفر حجما ونقطة سعر أكثر سهولة، بينما يفقد القليل جدا من الناحية الوظيفية. نظرا لخصومات سامسونج الكبيرة وعروض المقايضة، نعتقد أيضا أن سعر ألف دولار موجود فقط على الورق، وأنه في الواقع يمكنك إيجاد واحد عند 800 دولار يقدمها معظم تجار التجزئة حاليا، مع حجمه القابل للإدارة والشاشة الرائدة في الصناعة وعمر البطارية الممتاز والأداء المتميز و5G الذي ستحتاجه في المستقبل المنظور. فإن جالاكسي اس 20 هو هاتف أندرويد الذي نعتقد أنه يجب على معظم الأشخاص شراؤه إذا كانوا ويبحثون عن هاتف خارق. فقد تأكد من أنك لا تدفع السعر الكامل، لأنه لا يوجد سبب وجيه لذلك. هناك فقط بعض الأشياء التي أود أن أذكرها مباشرة لنكن في نفس الصفحة. هذه كلها هواتف سناب دراجون 865، وكلها تدعم 5G إلى حد ما. الأصغر جالاكسي اس 20 يدعم شبكات الفرعية 5G. نحتاج أيضا إلى نوع من الحديث بسرعة عن هذه الشاشات، لأن سامسونج أصابها الجنون قليلا هنا. بدءا من الأصغر اس 20، لدينا شاشة ديناميك أموليد مقاس 6.2 بوصة، وبعدها اس 20 بلس بمقاس 6.7 بوصة، ومن ثم الهاتف الكبير الترا والذي سنتطرق له بعد حين، له شاشة 6.9 بوصة، وكلها يمكن أن يصل معدل تحديثها إلى 120 هرتز، وهو رائع جدا. رأينها في بعض الأجهزة مثل ون بلس 7 برو عند معدل تحديث 90 هرتز. رأينا نفس الشيء من جوجل بيكسل أيضا، ولكن 120 على الشاشة مثل هذا تجربة رائعة حقا، ولكنه يفترض مسبقا أنك على توافق مع تشغيلها عند معدل 1080 بي. إذا صعدت إلى الدقة الكاملة لهذه الشاشات فلا يمكنك زيادة معدل التحديث، ليس من الصعب رؤية المنطق وراءها. فهذه شاشات جميلة مشرقة كبيرة جدا، وإذا كانت تعمل بسرعة 120 هرتز طوال الوقت، لا أتوقع أن هذا المعالج وهذه البطارية فعل أي شيء لدعم تحريك كل وحدات بيكسل هذه قبل الانهيار تماما. لذا نعم، إنه حل غير رائع، لكن شخصيا أعتقد أنه حتى عند 1080 بي فإن معدل تحديث 120 هرتز أمر رائع. إنه واحد من تلك الأشياء التي لا يمكن الاستسلام عليها بمجرد أن تعتاد على ذلك. بعد ذلك، على الرغم من أن هذه هواتف محددة أكثر من أي هاتف سامسونج آخر رأيناه منذ فترة طويلة بواسطة كاميراتهم، ومن الجيد أن هناك العديد منها. ما لا تقوم به سامسونج بشكل جيد هو ما يوجد تحت الشاشة، ماسح بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية. إنني أدرك جيدا أن بعض الأشخاص لا يبلغون عن أي مشاكل في هذا الماسح الضوئي، ولكن في رأي والأشخاص الذين أتحدث إليهم في هذا المجال واستنادا إلى تجربة الشخصية الخاصة، فهذا ليس جيدا. يحصل على الكثير من القراءات الفاشلة، وغالبا ما يستغرق وقتا طويلا للقراءة، وهو ما يجعل تجربة محبطة. لا أعتقد أن فتح القفل بالوجه على هاتف بيكسل 4 مثالي، لكنه أفضل كثيرا على ماسح سامسونج الضوئي هنا. ليس الأمر كما لو كان مكسورا تماما أو لا يعمل إطلاقا، إنه ليس جيدا فقط. لنعد إلى الأشياء الإيجابية، جالاكسي اس 20 واس 20 بلس كلاهما يلتقطان صورا جميلة المظهر، فقد حصلوا على كاميرا خلفية
بدقة 12 ميجا بكسل وأخرى 12 ميجا بكسل فائقة الاتساع، والكاميرا الأمامية 10 ميجا بكسل، وهذا ربما يكون الجزء المجنون. كاميرات لفوتوغرافية بدقة 64 ميجا بكسل تبدو رائعة جدا ويتم استخدامها بطرق محددة للغاية. الشيء الكبير لشركة سامسونج هذا العام هو ما تحب تسميته التكبير الفضائية، وهو أمر سخيف بعض الشيء من حيث التسمية، ولكنه جيد على ما هو عليه، وبشكل عام يبدو أنه يعمل بشكل جيد للغاية. لجعل القصة صغيرة، تستخدم سامسونج مزيجا من الزوم البصري مع تلك المستشعرات الأكبر ونوعا من التكبير الهجين لتحصل على تكبير يصل إلى 30 أكس من التكبير. إنها صعبة الاستخدام بعض الشيء لأنك تضطر إلى تصوير لقطات من المسافة البعيدة، وتأثير كل حركة صغيرة في يدك تؤثر على ما تشاهده، ولكن القدرة على الوقوف في نهاية الغرفة والحصول على صور دقيقة لصديقك من الطرف الآخر من الغرفة أثارت إعجابي نوعا ما. قد لا يكون أكثر شيء عملي في العالم، ولكنها طبقة إضافية من المرونة. أعتقد أن كاميرات سامسونج تستفيد بالتأكيد منها. S20 ألترا يأخذ الأمر إلى أبعد من ذلك، فهو يحتفظ بنفس الكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجا بكسل، ولكن بالنسبة إلى اللقطات بعيدة المدى فإنه يستخدم مستشعر 48 ميجا بكسل، الذي نعم أقل قليلا مما تحصل عليه من S20، ولكن الكاميرا العريضة لديها مستشعر سامسونج 108 مع دقة 8 ميجا بكسل. لم نرى مطلقا سامسونج تستخدم مستشعرا مثل هذا في هواتفها من قبل، ولذا لن تقوم بتصوير على 108 ميجا بكسل. تستخدم سامسونج ما يسمى عرض بكسل في هذه الحالة لدمج 9 بكسل على هذا المستشعر لتكون بمثابة بكسل واحد، فأنت قادر بشكل أساسي على التقاط صور أكثر كثافة في بكسل. هذا ما صرحته سامسونج، ولكن لا تزال تحصل على مظهر حاد جدا من 12 ميجا بكسل. من الواضح أن سامسونج لديها الكثير لتكسبه من خلال التحدث عن إمكانات هذه الكاميرا، ولكن على الأقل في تجربة المحدودة ظهرت الصور أفضل قليلا مما اعتدت عليه من سامسونج، وهي تقريبا مع كاميرا آيفون 11 برو في الجودة، والتي هي أفضل ما ستجده الآن في الأسواق. ولكن لدى سامسونج ميزة هائلة مع التكبير والتصغير، إذا كنت ترغب في ذلك فإن التكبير يمكن أن يصل إلى 100x، وهو بصراحة مجنون من الناحية النظرية. ربما كانت هناك بعض الاستخدامات المثيرة للاهتمام له، وهناك شيء يمكن أن يقال عن هذا النوع من الابتكارات المذهل. لا يجب أن تحاول التصوير بمعدل 100x طوال الوقت، ولكنه شيء رائع أن تعرف أنه يمكنك ذلك. هناك بعض الحيل الأخرى المثيرة للاهتمام هنا. يمكن لجميع هذه الكاميرات تصوير فيديو 8K، وإذا كنت تريد طبعا يمكنك سحب صور بدقة 33 ميجا بكسل من فيديوهات 8K. هناك بعض الأدوات هنا للمساعدة في تعديلها، لأنه من الواضح أن هذه ملفات ضخمة تقريبا مقطعا مدته 20 ثانية قمت بتصويره، سعة تخزينه 320 ميجا بايت، وهو غريب. ولكن هناك بعض الأدوات هنا لمساعدتك على تقليلها دون تدمير الجودة، وهناك أدوات هنا أيضا لمساعدتك في مشاركة مقاطع 8K هذه دون أن تفقد الكثير في الجودة، والأدوات لمساعدتك على تحميل هذه الفيديوهات مباشرة على يوتيوب. بالتأكيد يجب أن تكون الميزة المفضلة لدي ما يسمى الشريط الواحد من سامسونج، هي ميزة يمكنها استخدام كاميرات متعددة في نفس الوقت. كيف يعمل؟ بشكل أساسي تأطير هدفك ثم اضغط على زر غلق الشاشة ويبدأ في تسجيل الأشياء لفترة من الوقت. بمجرد الانتهاء من ذلك تظهر لك تركيبة كاملة من الخيارات. أفضل ميزة متاحة في الذكاء الاصطناعي من سامسونج موجودة هنا للمساعدة في اختيار صور واحدة منها. تعتقد أنك ستستفيد أكثر في التصوير الفوتوغرافي العام. الميزة التالية هي رائعة حقا، ستلتقط لقطات مع جميع الكاميرات وستحصل على بعض مقاطع الفيديو أيضا، حتى تحصل على مقاطع فيديو مثيرة للاهتمام وبعض زوايا التصوير المثيرة للاهتمام قد لا تعرف أنك كنت تحصل عليها أثناء التصوير. هي فقط عملية رائعة، وأتمنى أن تكون هناك طريقة لتعديل الأشياء أكثر قليلا. لا توجد طريقة لتغيير هذه الصور
الصوري، ولكن لمجرد الضغط على الزر تشعر وكأنك حصلت على القليل من كل شيء. فهذه هي السمات المميزة لعائلة جالاكسي S20. على الأقل التجارب التي حصلت عليها لا يمكنني الحصول عليها في الكثير من أجهزة أندرويد الأخرى. فهناك بعض الأشياء الأخرى التي أعتقد أنها جديرة بالإشارة. سامسونج تعمل مع جوجل لبناء مكالمات فيديو ثنائية مباشرة في برنامج الاتصال الذي يتم صنعه مع دعم أصلي كامل. هذا هو في الأساس رد سامسونج الفعلي على فيس تايم، ويصادف أن يكون التطبيق من جوجل أمرا جيدا، وأود أن أرى المزيد من الأشخاص يستخدمون التطبيق. يبدو أن لديك القدرة على تحميل ما يصل إلى 5 تطبيقات منفصلة في رام وإجبارهم على البقاء هناك. لذلك إذا كان عليك الخروج من لعبة أو جلسة تعديل فيديو أو يوتيوب أو أي شيء والقيام بشيء آخر لفترة من الوقت، يمكنك العودة مرة أخرى. وتقريبا لا يوجد تأخير، ولكن عندما تفكر في حقيقة أن هذه الهواتف تأتي إما مع 12 جيجا بايت من رام قبل كل شيء أو 16 جيجا إذا اشتريت الإصدار الفائق الجودة، فهي طريقة جيدة جدا لاستخدام هذه الذاكرة بشكل فعال. عادة عندما يكون هذا الوقت من العام يجب أن أقوم بعمل فيديو مثل هذا، وسأقول شيئا مثل سامسونج تعمل بكل قدرتها على صنع الهواتف الذكية، وهذا صحيح بالتأكيد، لكنني أعتقد أن سامسونج تستحق رصيدا خاصا من الشكر لأمرين. هذه المرة على وجه الخصوص لأحدهما، أعتقد أن جودة بنائها رائعة، وS20 وS20 بلس خفيفان للغاية وسهلة الاستخدام على الرغم من البطارية الكبيرة 4500 ملي أمبير. لا يبدو أن هذه تتأثر بشكل كبير من خلال تضمين 5G، تبدو وكأنها هواتف عادية، وهذا بالضبط ما تريده. لذلك أنا أقدر نوعا ما قدرة سامسونج على القول سنفعل كل شيء في جهاز مجنون واحد ويمكنك الحصول عليه. جالاكسي S20 ألترا هو هاتف كبير نوعا ما مع بطارية 5000 ملي أمبير، كما قلت أنه متوفر مع ما يصل إلى 16 جيجا بايت من رام و 512 جيجا بايت من التخزين. كل الهواتف الآخر يأتي مع 12 جيجا بايت من رام و 128 جيجا بايت من التخزين. هذا هاتف كبير نوعا ما، ليس أكثر هاتف مريح في العالم، ولكن إذا كنت تبحث عن الأداء الاحترافي الحقيقي بكلمات سامسونج، هذا هو الجهاز الذي تريد أن تبحث عنه. إذا كانت لديك $1500 مقابل S20 ألترا، حوالي $1300 لهاتف S20 بلس، وأقرب إلى $1000 لهاتف S20، وهو لا يزال الكثير من المال، ولكن هناك انتشار كبير جدا له. وبدلا من إطلاق شيء مثل S20 إي الصغير هذا العام، قالت سامسونج ببساطة إنها ستجعل S10 أرخص. وهناك هواتف مثل سامسونج نوت 10 لايت، هناك المزيد من هواتف سامسونج المتطورة الآن أكثر مما كان عليه في أي وقت مضى. في نفس الوقت، لكنني لن أشكو من وجود الكثير من الخيارات في نهاية المطاف. الآن اعتبرنا متفائلين بحذر شديد. أعتقد أنه من السهل جدا الوثوق في سامسونج في السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أنهم أصبحوا جيدين في بناء هواتف ذكية متميزة. الهواتف أصبحت مثيرة للإعجاب مثل هذه الهواتف، وهي بلا شك مجرد نقطة بداية. على أي حال، إذا كنت ترغب في المزيد من هذه الفيديوهات، تأكد من الاشتراك بالقناة. ودائما شكرا على المشاهدة.